السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه، الاخوه والأخوات في كل مكان وفي كل زمان آه، أحييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اشكر آه، منظمه رواحل آه للتنميه في السودان على ان ارتبت هذا اللقاء معكم جميعا اللقاء كما نعرف لاسم تحديات الاغاثه الانسانيه في القاره الافريقيه قبل أن أبدأ هذا اللقاء معكم بإذن الله سبحانه وتعالى أريد أن أتحدث عن بعض الثوابت ثم بعض التعريفات قبل أن نتحدث وندخل في الحديث عن أفريقيا ومشاكل أفريقيا من الثوابت الكبيرة والأساسية أن لا تجعلوا أحد يقول لكم أنتم فقراء ما خلق الله سبحانه وتعالى بشر أو خلق من الخلق إلا وجعل لهم أرزاقا مكتوبة في الأراضي التي سوف يعيشون فوقها ففي كل مكان في كل مكان في كل مكان نعيش فوقه على ظهر هذه المعمورة مقدرات تكفي كل من يعيش فوقه من كافة الخلائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى ولو بعد ألف عام ولو بعد ألفين عام لأن الله هو الرزاق للقوة المتين فالذي يقول لكم أنتم فقراء كاذب والذي يقول لكم أنتم فقراء هو جاهل دي ده هذا هو الثابت الأول بعض التعريفات نريد أن نتكلم عنها كلمة العمل الإنساني في الغرب في خلال العشرين سنة الماضية تحولت إلى مفهوم العمل الإغاثي الإنسانية والعمل الإنساني في الشرق قد يكون ينم, ينم عن العمل كل ما يمس الإنسان من عمل تنموي من عمل تأهيلي من عمل تدريبي من عمل إغاثي كذلك فمفهوم الشرق للإنسانية والعمل الإنساني قد يختلف عن مفهوم الغرب حديثا الذي حدد كلمة العمل الإنساني نعم باللغة الإنجليزية humanitarian work بالعمل الإغاثي دي نمرة واحد العمل الخيري اللي بنتكلم عنه هو العمل التقليدي اللي هو الزكوات والخمس والصدقات التي تنفق عن طريق المؤسسات المجتمعيه الصغيره زي المساجد وزي المساجد والكنائس الى اخره الى اخره الى اخره دي العمل الخيريه. حينما نبدا نتحدث عن اي موضوع لابد ان نحدد له خريطه. في الموضوع اليوم بنتكلم عن تحديات. التحديات اللي هنتكلم عنها لابد ان نرسم لها شجره فيها المشاكل كلها او خريطه فيها المشاكل كلها ثم شجره او خريطه اخرى فيها كيف نعمل خريطه طريق لحل مثل هذه المشاكل لا تعملوا دون خريطه ولا تعملوا دون ان ترسموا ابعاد هذه المشاكل فاولا سنعدد الكثير من التحديات والمشاكل داخل القاره الافريقيه ثم بعد كده في النقطه الثانيه سنتحدث عن امكانياتنا التي هي معنى نستطيع ان نتحكم فيها وليس امكانيات غير ممتلكه للفرد منا ثم النقطه الاخيره هتكون نحدد طريقه خريطه عمل الطريقه العمل وخريطه الطريق انا ساذكر بعض التحديات الكبيره وبعض المشاكل اللي بتواجهها القاره الافريقيه وعندي هنا انا سردت 16 مشكله او 16 تحدي او 16 وضع خطير في افريقيا. الاول هو الوضع الصحي داخل القاره الافريقيه. الثاني هو الوضع الاقتصادي داخل القاره الافريقيه. الثالث هو الوضع الاجتماعي والثقافي. الرابع هو الوضع التعليمي، تعليمي للاطفال والشباب. الخامس سوق العماله والعمال، سوق العمل والعمال والعماله. والعمالة. السادس التغير المناخي والبيئي والتصحر والجفاف والجفاف والتلوث البيئي. السابع الفساد وسرقة مقدرات الدول والشعوب ورغبة الدول العظمى في سرقة مثل هذه المقدرات. الثامن الوضع الامني والجماعات المسلحة والجماعات الارهابية. التاسع الانظمة انظمة الحكم ومناخ الديمقراطية وحريات الافراد. 11 أصبحنا في أفريقيا حقل تجارب لكل الأدوية وكل الأمصال وكل اللقاحات. 12 الديون على القارة الأفريقية أو على الدول الأفريقية. 13 أو 12 تسييس الإعلام، كل شيء بقى مسيس، الإعلام، الدين، الدراما، الفنون، الأشعار إلى حتى الأغاني كل شيء. أربعة عشر إهمال الخدمات الاجتماعية وأنفاق الميزانيات على الأمن والمؤسسات العسكرية 14. سياسة الحرب على الإرهاب والإسلاموفوبيا والتضييق والتضييق على تحويل الأموال خاصة من وإلى المؤسسات الإسلامية 15. عشر ليست الأخيرة لكن من أهم الأشياء نبدأ بها الجوع وسوء التغذية والمياه الصالحة للشرب توفر المياه الصالحه للشرب انا ذكرت حوالي 15 مشكله او 15 تحدي لمن اراد منا ان يعمل داخل القاره الافريقيه هذا ليس معناه ان هذا كل شيء هناك في تحديات اخرى وفي مشاكل اخرى نستطيع ان نسردها ايضا نبدا باول تحدي امامنا اللي هو الجوع وسوء التغذيه والمياه الصالحه للشرب برنامج الغذاء العالمي في عام 2019 نشر تقرير يقول ان عدد الجوع في العالم 821 مليون شخص في العالم ويموت كل ثانية انسان في العالم من الجوع ويموت كل خمس ثواني طفل في العالم من الجوع يعني في كل يوم يموت 86400 انسان من الجوع وفي كل شهر يموت اتنين وخمسة الف شخص من الجوع وكل ستة اشهر يموت خلابة 16 مليون نسمة من الجوع اذا قارنا هذا بما يحدث الان من جائحة الكورونا التي قام لها قامت لها الدنيا ولم تقعد نجد ان الكورونا في السبعة اشهر الماضية اصيب او صابت حوالي سبعة مليون و ستة الف

حوالي 414 ألف إنسان هنا نجد أن هنا في مكيالين مكيال أن علاج الجوع أقل تكلفة وأيسر من علاج الكورونا التي ليس لها علاج الآن ولا نعرف الأسباب بتاعتها ومتى سخر الأمصار واللقاحات ده أول منحة هنخش فيه مع التحديات في أفريقيا في افريقيا بالنسبه للدخل الدخل الفرد اقل من 2 دولار و1.9 من 1.9 دولار في اليوم لقرابه 419 مليون نسمه يعيشوا في الصحراوات الافريقيه يعني 419 مليون نسمه من اهل افريقيا اللي عايشين في الصحراوات دخلهم اليومي اقل من عشرة دولار في اليوم 319 مليون نسمة في افريقيا يعيشون بدون مياه صالحة للشرب، يعني المياه التي يشربها هي تكون هي اساس الامراض التي تصيبهم، خاصة الامراض المعوية، اللي هي بتاعت الامعاء المعوية يعني. 290 293 مليون نسمة بيكونوا عندهم سوء تغذية. ده في تقرير عملته اكسن كونترا فامين في 2018. افريقيا فيها 513 مليون انسان يعانوا من الجوع و22.8% من, من الشعب الافريقي عنده سوء تغذيه وهو اعلى معدل في العالم لاي قاره ولاي مكان في العالم ده اللي احنا بنتكلم عنه على الجوع في افريقيا وعن حاجه في افريقيا كمدخل لما سنتحدث عنه التحدي الثاني في افريقيا اللي هو الامراض كثره الامراض انا قلت 15 تحدي امامنا في خريطه او في شجره التحديات وشجره المشاكل التحدي الثاني هو الامراض في افريقيا وده بناء على منظ... تقرير منظمه الصحه العالميه في سنه 2020 انا هذكر الامراض فقط مش هخش في التفاصيل لان الامر اليوم مش امر طبي ولكنه امر مجتمعي امراض هذكرها وذكرتها من قبل في محاضرات اخرى الجمرة الخبيثة، حمى الدنك، حمى الدنك النزفية، انفلونزا الطيور، فيروس ايبولا، العدوى بفيروس هندرا، حمى القرم، الكونغو النزفية، التهاب الكبد، الانفلونزا، حمى لاسا، مرض ماربورغ الفيروسي، التهاب السحايا بالكرات السحائية، الجائحة H1N1 2009، العدوى بفيروس نيفا، الطاعون، المتلازمة الرئوية اللي بنسميها سارس، الجدري الحمى الصفراء حمى الصادع حمى الارانب الملاريا مرض ماربورغ الفيروسي الايدز الحصبه الى اخره وعندنا جائحتين في افريقيا واحده اسمها ايبولا كانت جايه مره اخرى وبتضرب الكونغو الديمقراطيه ودي مش المره الاولى اللي الايبولا بتضرب الكونغو الديمقراطيه من خلال 1976 والايبولا بتضرب الكونغو الديمقراطيه كل كام سنه وعندنا ايضا الكورونا اللي احنا شايفينها كلنا وعارفينها دي بعض التحديات بالنسبة لأسماء الأمراض فقط أسماء الأمراض فقط وليس كيفية علاج الأمراض هذه التحديات الأخرى اللي هي البنية التحتية الطبية في أفريقيا من نقص في الأطباء والممرضين والمستشفيات وعدد السراير في المستشفيات والعيادات والمعامل والأدوية والمستلزمات الصحية إلى آخره إلى آخره إلى آخره ده من ناحية كمدخل لتحدي الصحي داخل القارة الأفريقية إن كنا ننوي أن نقوم ونقف للقارة الأفريقية ونساعدها من ناحية الاجتماعية أو من ناحية الإيه؟ الإنسانية أنا هضرب الكونغو الديمقراطية كمثل أو كحالة كحالة دراسة إن زي ما أنا قلت أنا قبل كده في 76 من 76 11 مرة الإيبولا بتضرب الكونغو الديمقراطية وترجع مرة أخرى هذا العام في تقارير تقول ان حوالي في آه 2000 و آه 317 آه آه ماتوا في عام 2018 من الايبولا وترجع الايبولا مره ثانيه للكونغو الديمقراطيه اعلى معدل اصابه للحصبه في العالم اعلى معدل اصابه للحصبه في العالم اعلى معدل اصابه للحصبه في العالم في الكونغو الديمقراطيه 396520 طبعا فيها كورونا مات من الكورونا هناك 75 وعدد المصابين هناك 3495 من اخطر الامراض اللي بتضرب الكونغو الديمقراطيه في حاله الحرب وحاله الصراعات المسلحه وحاله النزوح وحاله اللجوء وحاله تنقل الجنود ما بين المدن والقرى والمحافظات وما بين البلدان المجاوره هو مرض الايدز مرض الايدز وليس الكورونا ليه؟ لكثره النزوح وكثرة اللجوء وكثرة تحركات الجنود ما بين الايه؟ المدن والقرى والدول بعدها البعض. التكلفة العالية احنا عارفين طبعا ان الايدز بياتي من ماذا؟ الايدز ياتي من امرين. من امرين، الامر الاول الممارسات الجنسية والامر الثاني نقل الدم. بس الغالبية العظمى اكثر من 90 او 95% منها من الممارسات الجنسية. في الكونغو في قلة المتابعات طبعا من الاسباب لقلة المتابعات والاستشارات الطبية قلت مراكز الكشف على المصابين باختبارهم، بيوت الدعاره المنتشره والنساء الممتهنين لمهنه الدعاره، نقص العلاجات للامراض الجنسيه الاخرى وكذلك عدم وجود الواقي الذكري كما يقولون. ده بالنسبه لمرض، مرض في حاله دراسه لبلد معينه من حوالي 50 او 51 دوله افريقيه. الملاريا كذلك اخطر، 40% من عدد الزوار لاي عياده. او اي مستشفى في الكونغو الديمقراطية من مصابين من الملاريا، في 40% من الزائرين للمستشفيات والعيادات من المصابين بالملاريا. 19% من الاطفال اللي بيموتوا كل سنة في الكونغو اقل من خمس سنوات من الملاريا، عدد المصابين في الكونغو الديمقراطية بالملاريا يساوي 11% من عدد المصابين في الصحراء الافريقية. 69% من سكان الكونغو بيعانوا من سوء التغذيه زي كافه الدول او كافه الشعوب الافريقيه، ده بالنسبه للمدخل الثاني اللي هو بعد الجوع اصبح اللي هو العمل الصحي او الامراض. المدخل الثالث الوضع الاقتصادي في افريقيا، احنا بنقول دايما ان افريقيا هي اغنى قارات العالم ودول افريقيا اغنى اغنى أغنى دول العالم بالمصادر الطبيعية التي حباها الله سبحانه وتعالى بها لكنها أفقر الشعوب أفقر الشعوب إن علمت أن أن الشعب فقير هناك ثلاث أسباب إما كسل من المواطنين أو جهل أو فساد كسل جهل فساد فطبعا الوضع الاقتصادي في افريقيا صعب جدا ومعدلات البطاله في افريقيا في كتير جدا من الدول في افريقيا بتتراوح زي زي تريدنج ايكونومكس ما كتبت بتتراوح ما بين 4 33 و34% ما بين ناميبيا وانجولا الى المية اللي هي في بروندي الى اخره في 25 دوله في افريقيا معدل البطاله فيها من 10

الاقتصاد غير رسمي الاقتصاد الشعبي في افريقيا بيمثل في بعض الدول 90% من اقتصاد الدولة 90% من اقتصاد الدولة بقوا من المظاهر وده بيحتضن الفئات الضعيفة اللي هم الشباب والنساء وسكان الريف عشان يوفر لهم ايه؟ عشان يوفر لهم مستوى الكفاف من العيش مستوى الكفاف من العيش ده بردك في الاكونومي بلس مي دوت كوم اكونومي بلس دوت كوم اعمال الاطفال في افريقيا والاطفال اللي بيستفيدوا او بيستغلوهم في الحروب والاطفال اللي بيستغلوهم في الدعاره ولاسلفه من كل الاعمال سواء كانت اعمال خدميه او اعمال صناعيه 8 مليون طفل في افريقيا بيعملوا في الاعمال الخدميه و مليون طفل بيعملوا في الاعمال الصناعيه طبعا من الاعمال اللي بيعمل فيها الاطفال اللي هي الدعاره والمناجم الذهب والزراعه وتربيه المواشي والتجاره الى اخره الى اخره ده بالنسبه للوضع الاقتصادي بعمومياته ده المدخل الثالث للمشاكل الثالثه هرجع تاني بردك للكونغو عشان او مثل على كيف ان بعض الدول ان لم كل الدول في افريقيا هي غنيه. الكونغو غنيه جدا هي كونغو في اثنين كونغو كونغو برازافيل وكونغو كينشاسا. كونغو الديمقراطيه اللي كونغو كينشاسا بنتكلم عنها اللي هي فيها الخيرات زي فيها المطاط والقطن والبن والكاكاو والماس والذهب والفضة والنحاس والأصدير والزنك واليورانيوم وكل هذه الأشياء موجودة 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 بل إنهم كمان اكتشفوا معدن جديد اسمه كولتان بيستخدموه في صناعة المفاعلات النووية في صناعة المفاعلات النووية ومحركات الطائرات والصواريخ الكونجو بتمتلك 80% من الاحتياط العالمي لهذا المعدن 80% من احتياطات العالم من هذا المعدن والكونغو من افقر الدول الافريقيه احتياط الكونغو الديمقراطيه من المعادن الغير مستعمله بيساوي 24 تريليون دولار يعني في سنه 2009 بيساوي الدخل القومي للولايات المتحده الامريكيه والصين واليابان مجتمعين 24 تريليون دولار وفي 2014 بيساوي ثلث الدخل القومي للعالم كله اللي هو بيساوي 77 تريليون دولار وهم بيكونوا عنده ده الاحتياطي احتياطي للمعادن الغير مستغله والغير مستعمله. الكونغو الديمقراطيه ايضا فيها نصف احتياط العالم من الكوبالت وثلثه من الالماس وعشره من النحاس و13% من الطاقه الهيدروليكيه وده ما يكفي لاداره الجنوب جنوب الصحراء كلها في افريقيا. هنا نهيكم بقى عن السادس احتياطي للخشب واراضي زراعيه ممكن انها تاكل مئات الملايين من البشر مئات من البشر ولكن في الكونغو نفسها في اعلى معدلات لاغتصاب النساء واغتصاب الفتيات واغتصاب الاطفال قرابه 400 الف حاله اغتصاب كل عام وده التقارير اللي اتكلم عنها اللي هي منظمه اطباء بلا حدود الكونغو كانت ايضا فيها عشان نعرف ايه جزء من المشاكل دي فيها ما لا يقل عن سبعين مجموعه مسلحه تتصارع مع بعضها البعض ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ونحو علشان كده هنفهم ليه هذه الارقام الفلكيه موجوده في الكونغو. ده بالنسبه للمدخل الثالث اللي هو الاقتصاد، الاقتصاد، الاقتصاد. المدخل الرابع الامية في افريقيا. في ورقة عملها الدكتور يونس عبدلي موسى في 30/6/2015 وهو عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الصومال وقال استند على بعض تقارير الأمم المتحدة وقال إن في في العالم في 115 مليون طفل لم يتلقوا التعليم الابتدائي 70% منهم 70 90 مليون منهم نساء أطفال يعني بنات يعني 90 مليون من 115 من الاطفال دول بنات ما تخش المدرسه يعني 78% من الاطفال بيقول الدكتور يونس في وراءته اللي نشرت في 30 6 في 2015 في مركز مقديش للبحوث والدراسات بيقول فيها ايه النسبه الاميه في القرن الافريقي 28% نسبه الاميه في جنوب السودان 60% في اثيوبيا 50% في السودان 40% في الصومال 43% في جيبوتي 35% في تنزانيا 32% في اوغندا 27% في كينيا هتكون 10 ل 15% في 2000 في عام 2030 بناء على تقرير اليونسكو في 2 مايو 2019 اللي هو بنسموه اذر ريت اللي هو معدل القراءه يعني من يستطيع القراءه والكتابه في هذه الدول بيتراوح النسبه ما بين ناس اقل من 50% من الدول اللي فيها تستطيع انها تقرا وتكتب وناس اكثر من 50%، انا قسمت الدول الافريقيه لثلاث مجاميع. المجموعه الاولى اللي هي 13 دوله فيهم اقل من 50% من السكان يستطيعوا القراءه والكتابه فقط، القراءه والكتابه. 18 دوله فيها 50 ل 75% من اهاليها تستطيع انها تقرا وتكتب. و 19 دوله افريقيه فيها 75% لما فوق تستطيع انها تقرا وتكتب، طبعا جيبوتي مش موجوده في تقرير اليونسكو، يعني احنا يعني بنتكلم عن حوالي 13 دوله فيها 50% من شعبها فقط يستطيع ان يقرا ويكتب فقط، يعني فوق الخط يعني احنا بنتكلم ايه؟ بال... بالبلدي كده يعني، يبقى احنا اتكلمنا على الجوع، اتكلمنا على المرض، اتكلمنا على الاقتصاد، اتكلمنا عن ايه كذلك؟ اتكلمنا على الاميه والتعليم في افريقيا. المدخل الخامس بنتكلم على الفساد في افريقيا. والفساد في افريقيا يعني اصبح نظام ولا أصبح للفساد نظام ونظم تنظم هذا النظام ونظم تحمي النظام ونظم تؤثر للنظام ونظم تجعل انظمه اخرى تساعد على خلق انظمه اخرى فاسده تساعد على فساد الانظمه فاصبحنا احنا في تركيبه معقده لانظمه فاسده في العالم كله سواء كان في الدول الراقيه اللي تستغل تستغل مقدرات الدول الفقيره وتساعد على وجود مثل هذه الانظمه داخلها. يعني العام الماضي المنتدى الافريقي الاول عقد لمكافحه الفساد عقد في شرم الشيخ في 12/6 عام 2019 وحضره الرئيس السيسي وحضر معه 51 دوله افريقيه بالاضافه الى السعوديه والامارات وكذا دوله خليجيه. ففي احد المتحدثين كان اسمه انتوني مكاسي كان مراقب عام في نيجيريا قال الفساد بيعرقل التنميه ده في كل مكان مش فقط في افريقيا الفساد يعرقل التنميه في كل مكان وقال ان افريقيا بتفقد ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بسبب الفساد بسبب الفساد او بسبب التدفقات الماليه الغير مشروعه في افريقيا. يبقى 50 مليار دولار سنويا هذا ما قاله انتوني آه 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 مكاسي اللي هو المراقب العام في نيجيريا. وقال ايضا ان الرشاوي الرشاوي بتدفع رشاوي سنويا قرابه تريليون طبعا الرقم ده كبير شويه و2.5 تريليون تدفع تهدر سنويا في الفساد انا هلتزم بال50 مليار اللي هم تدفق الاموال الخارج في دراسه اخرى عن الاموال المهربه عملتها مركز النزاهه الماليه العالميه في امريكا بتقول فيها ان الاموال المهربه خارج افريقيا بتساوي 1.8 من تريليون دولار في خلال ال38 سنه الماضيه يعني معناها ايه معناها ان كل سنه كل سنه بمعدل لو 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 قسمنا ال 1.8 تريليون دولار على ال 38 سنه معناها ان كل سنه بتهرب من افريقيا قرابه 47 ل 48 مليار دولار سنة ده ده بقى غير غير الرشاوي غير الاموال المهدره غير 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 الى إيه اخره بقى احنا بنتكلم عن الفساد اصبح له حكومات حكومات وانظمه ومؤسسات وأطر ونجوم تحمي هذا الفساد في كل مكان في العالم مع العلم أن 40% من أبناء من أفراد من أبناء أفريقيا يعيشون تحت الخط الفقر المدقع. ده بالنسبة للمدخل الخامس اللي هو الفساد في أفريقيا. المدخل السادس اللي هو الحروب. الحروب نحن احنا بنرجع مرضك للكونغو الديمقراطية بعد استقلال الكونغو قبل ما تنتق قسم إلى برازافيل وكنشاسا بدأت الحروب الأهلية المسلحة ما بين الجانبين منذ الستينيات مات منها إلى الآن ما لا يقل عن خمسة ونص مليون نسمة يعني الإحصائيات مش معروفة لكن ناس بيقولوا مليون زيادة وناس بيقولوا خمسة ونص مليون نسمة خمسين في المية من الموتى من الأطفال من الأطفال من الأطفال ليس من من الرصاص وليس من القتل من هذا لكن من الجوع والمرض يبقى بالاضافه الى الحروب اللي داخله في الكونغو اللي هي يعني ادت الى هلاك ادت الى هلاك ما لا يقل عن خمسه او موت خمسه ونصف مليون نسمه ايه اغلبهم من الاطفال ارجع مره اخرى 400 الف فتاه وامراه تغتصب سنويا في الكونغو والفتاه لا تغتصب مره واحده وتعرف انها اغتصبت تغتصب من جيرانها وتغتصب من ابناء قريتها الى اخره الى اخره الى اخره هذا بالنسبه للكونغو بالنسبه للجماعات الارهابيه والجماعات المسلحه الاخرى اللي موجودة. طبعا في الكونغو في 70 جماعه في سبعين مجموعه مسلحه لا تجعل اي دوله ولا اي نظام ولا اي حكومه تستقر كل مجموعه تتعارك مع المجموعه وتصارع مع المجموعه الاخرى في نيجيريا في مجموعات ارهابيه زي بوكو حرام اللي موجود في نيجيريا وفي تشاد تحدي اخر اللي عايزين يشتغلوا في نيجيريا خاصة في نجا في شمال نيجيريا أو في بعض المناطق في تشاد بوكو حرام موجودة. كان زمان احنا نعرف إن في حاجة في شمال أوغندا اسمها جيش الرب. كذلك موجود هناك. في تشاد في حاجة اسمها أنتي بالكا ودي مجموعة مسيحية أيضا زي زي جيش رب مجموعة مسيحية. موجودة ودي بتحارب المسلمين الموجودين داخل تشاد وبتطردهم على داخل وسط أفريقيا آه يعني أنت بالك ده موجود في وسط أفريقيا جمهورية وسط أفريقيا مش في التشاد وبعدين بتطرد كل المسلمين اللي موجودين هناك في وسط أفريقيا تقول لهم ارجعوا للتشاد مرة أخرى فإحنا بنتكلم عن المجموعات المسلحة بنتكلم عن المجموعات الإرهابية بنتكلم عن الصراعات التي بين المجموعات دي داخل كل هذه الدول وكل هذه الأماكن إحنا بنتكلم على ست أنا بس ذكرت الست دول اللي هو الجوع والصحة والتعليم والاقتصاد والفساد وكذلك اللي هو الجماعات المسلحه. طب احنا اتكلمنا عن المشاكل ده، طبعا مش هقدر اتكلم عن بقيه ال 16 احنا نعم بنتكلم عن تحويل الاموال الى اخره الى اخره، طبعا ده الامر يطول والامر ايه عايز مجالات اخرى. احنا خرجنا من شجره اللي هو المشاكل او خريطه المشاكل اللي احنا حطيناها. دلوقتي عايزين نشوف ايه هو العنصر الاساسي في الحل؟ من ما هو العنصر الاساسي في حل كل هذه المشاكل انا اقول شخصيا من ايماني بالانسان واماني بالمواطن هو الفرد رجل كان او امراه شاب كانت ام فتاه هو الفرد 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 المواطن الاهتمام بالفرد خاصه الشباب المهدره حقوقهم الذين يموتون الان في البحار من اجل الحصول على اللي هو لقمه عيش في اوروبا اللي هي بارض ارض العسل وال وال واللبن الى اخره الى اخره. هو الاهتمام بالفرد خاصه الشباب وعمل رؤيه للتعامل مع جم... للشاب التعامل مع جميع المجالات التي يحتاجها المجتمع التي تحتاجها المجتمع يبقى في الاصل اللي هيشيل المسؤوليه والهم ده هو المواطن الشاب اللي احنا مفروض نستثمر فيه خمس أو ست أو عشر نقاط في الاستثمار في هذا المجال لا هما 12 نقطة 12 نقطة أولا لابد أن نعرفهم ما هي المعايير الإنسانية التي اتفقت عليها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصيب الأحمر وطبعا اللي هي الشفافية والحوكمة والحيادية والمرجعية والمحاسبية وكذلك عدم الانحياز بس دي دي معايير للمؤسسه احنا نضيف عليها من عندنا نضيف عليها من عندنا جزء من ثقافتنا اللي هي ايه احنا قلنا معايير انسانيه للمؤسسات لكن في سلوكيات اخلاقيه او اخلاقيات سلوكيه لمن يعملون في داخل هذا المجال من الشباب والشابات دخل علينا في العمل الانساني والعالم الاجتماعي مندسين ليس لهم قيمه ولا خلق الى اخره فنرجع نضع جام الى جانب هذه المعايير الانسانيه التي وضعتها الامم المتحده ووضعها اللجنه الدوليه للصليب الاحمر نضع جنبها بعض الاخلاقيات اللي منها الاحترام والتقدير والاخاء والموده والرحمه والمغفره والتراحم وصلاة الرحم وحسن الجوار والمؤازره والمناصره والتكامل والتواصل والتشارك والبذل والعطاء والمساواه والعدل الى اخره الى اخره وكل هذه اخلاقيات نبويه واخلاقيات رسل ومرسلين لماذا؟ لاننا نجد ان هناك معايير انسانيه جافه لكن احنا عايزين نزوجها الى اخلاقيات انسانيه سلوكيات مجتمعيه نستطيع من خلالها اننا نجعل هذا الشاب وهذه الشابه قادرين على بناء المجتمع من قاعده المعايير الانسانيه والسلوكيات الاخلاقيه. ده نمره واحد. نمره اثنين والدور مهم جدا ومحوري يبقى الشاب هو القائم او العمود اللي هتقام عليه مثل هذه الأعمال القاعدة بقى هتكون ايه؟ دور المؤسسات القاعديه المجتمعيه، يعني ايه مؤسسات قاعديه مجتمعيه؟ المؤسسات الملتصقة بالقواعد الشعبية في المجتمع في كل مكان وفي كل زمان، ومنها المؤسسات الدينية نمرة واحد اللي هي الكنائس والمساجد والخلاوي، خاصة في أفريقيا تنتشر فيها الخلاوي. بعد هذا المدارس سواء كان مدارس ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، بعد كده الجامعات. أتكلم يعني اتكلمنا كل دي مؤسس... كل دي كل دي مؤسسات قاعديه مجتمعيه عمودها الاساسي هم الشباب والشابات فلا بد ان نؤهل القائمين عليها في ذلك الوقت كذلك لابد بد ان نؤهل الشباب ويكون الرساله الاساسيه داخل مثل هذه المؤسسات القاعديه المجتمعيه الرساله الاساسيه هي العمل الانساني العمل المجتمعي التطوع والبذل والعطاء والتكامل من اجل بناء الاوطان. لا حزبيه ولا مذهبيه ولا يعني اقصاء اقصاء اقصاء, إقصاء. لا هذا لا يجوز فلذلك تاهيل القائمين عليها من العاملين ثم نشر وعي التطوع ونشر وعي العمل المجتمعي والعمل الانساني داخل القواعد الشبابيه. طبعا من اهم المؤسسات الشعبيه كذلك اللي ليها قواعد مجتمعيه اللي هو مؤسسه الكشافه دي من اهم المؤسسات اللي بتتكامل مع المؤسسات القاعدية الشعبية الأخرى. النقطة الثالثة في هذا احنا يعني خلصنا احنا خلصنا الشجرة بتاعت المشاكل ودخلنا في المحور أو القائم اللي هنقيم عليه العام بتاعنا هم الشباب ودخلنا دلوقتي في شجرة الحلول، المحور الثالث اللي هو التخصص. ونرجع فيه لآية الكريمه فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. فالنفر من النفير يعني خلاص هبوا للعمل. ومن داخل هذا النفر بيكون في فرقة تتفقه في الدين يعني كل منا ايها الشباب وايها الشبات لابد ان يكون تخصص في عمل مجتمعي يستطيع ان يخدم به المجتمع على مستوى الحارة على مستوى الشارع على مستوى الحي على مستوى القرية على مستوى المحافظة على مستوى الوطن على مستوى الدولة عام متخصص في أنا هعمل في المية أنا هعمل مع الأيتام أنا هعمل في, في مع... الأرامل أنا هعمل في الزراعة أنا هعمل في رفع الوعي أنا هعمل في المناصرة إلى فلا بد يكون في تخصصات تخصصات نحاول نعلمها للشباب لكي يستطيعوا أن يؤهلوا نفسهم ليكونوا قادة للمجتمعات في مثل هذه التخصصات من أول يوم يختون فيه الخطوة الأولى داخل المجتمع في عمل المبادرات دي النقطة الثالثة في الاستثمار في الحل النقطة التابعة الرابعة عدم الاعتماد على الحلول المستوردة أنا عندي كلمة أؤمن بها إيمان قطعي وجزمي الحل وطني الحل محلي لأن أصحاب الهموم وأصحاب الحاجات وأصحاب الحوائج هم القادرين القادرين على ايجاد حدود الحاجه ام الاختراع اصحاب الحاجات هم يقول الحاجه ام الاختراع فمن كان عنده حاجه اخترع حلا لها فلذلك نقول ان الحل عندنا هو حل محلي وطبعا المؤتمر القمه الانساني اللي عقد في اسطنبول 2016 الامم المتحده عملته كان احد المخرجات الاساسيه في اللي هو اللي هو العمل المحلي في بناء القواعد الشعبيه المجتمعات من خلال المبادرات والجمعيات والى اخره الى اخره اخره آخر. يبقى الاعتماد على الحلول المحليه بامكانيات محليه وبطاقات محليه لكي يكون الحل غير مكلف دي نمره واحد بالدرجه الاولى هذا لا يعني ان احنا ما نتكاملش مع الاخرين ونتعلم من تجاربهم ونتعلم من تجاربهم الامر هنا بقى بيخش في الدعم انا بتكلم على ايه الدعم ليه لان الدعم ما فيش دعم في العالم بيجي الا بشروطه سواء كان من الشرق العربي والمسلم ام من الغرب اللي هو المسيحي الليبرالي الى اخره كل دعم بيجي بالشروط بتاعته فما تقوليش في دعم جاي لك ولجمعيتك بدون اي شروط، ده الدعم الخارجي. الدعم الخارجي بيجي لنا كده. ففي ثقافة شرقية وفي ثقافة غربية، وكل ثقافة من الثقافات بتؤثر سلباً او إيجاباً على الثقافة المجتمعية التي نؤمن بها، وعلى القيم المجتمعية التي نمارسها. فاحسن دعم يكون فيه مستقلالية هو الدعم المحلي. الدعم المحلي إن استطعنا أن نجد غالبية الدعومات لنا من المجتمع الذي نعيش فيه. نمرة آه. خمسة نشجع الشباب بإيه؟ المشاريع العملاقة مش هنعرف نقوم بها دلوقتي في وسط في خدم مثل بالمبادرات المبادرات 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 والمشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة نشجع الشباب بالاهتمام بالمبادرات العديدة التي يقوم بها الشباب لتقديم هذه الخدمات. يعني كل مجموعة من الشباب لها مبادرة ممكن ننجح ممكن نسقط ممكن نفشل ممكن... لا. لكن لابد لابد أن نتوقف عن عمل المبادرات على مستوى الأحياء وعلى مستوى الشوارع لابد أن نبني الاقتصاد النقطة السادسة لابد أن نبني الاقتصاد الشعبي اللي هو الغير رسمي لكي يتكامل مع الاقتصاد الوطن أو اقتصاد الدولة والاقتصاد الشعبي من خلال بناء الأسواق الشعبية من خلال تشجيع الحرفيات والمهنيات، من خلال تشجيع الزراعه، وخاصة وتز... وتع... إن أفريقيا بسم الله ما شاء الله الأراضي الزراعية فيها يعني بسم الله ما شاء الله وتربية الحيوانات إلى آخره إلى آخره، إلى... يعني تشجيع الأشياء اللي هي التعلم فيها مش صعب، لكي نستطيع أن نجد فرص عمل لهؤلاء الشباب والشابات وأهالينا هناك، يبقى الأسواق الشعبية، الزراعة، المهنيات، الحلفيات وفي نفس الوقت اللي هو التجاره على مستوى اللي هو الاقتصاد الغير رسمي اللي موجود عندنا. النقطه الثامنه في شجره الحلول التكامل حذاري ثم حذاري ثم حذاري ان نعمل بمنأى عن الاخرين. سواء كان الاخرين دول مؤسسات مثيله لنا او مؤسسات الدوله او الحكومه او مؤسسات القطاع الخاص اللي عم بنتكلم عنه. حذاري أن نعمل أن نعمل بمنأى عنهم لابد يكون في تكامل ولابد أن يكون لنا سياسة في عدم التصادم مع المسؤولين في الحكومة بالذات عدم التصادم نحن عايزين نأخذ يد بيد ما بين الثلاثية الثلاثية في لبناء الدولة وبناء الوطن اللي هي القطاع الخاص الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لابد أن هذه الثلاثية تتكامل من أجل إخراج الدولة بما مما هي فيه من فساد او من فقر او من تخلف الى اخره الى اخره التكامل وعدم التصادم مع المؤسسات الحكومية ومؤسسة الدولة بل التشاور والتناسق والتكامل والتآزر فيما بينها فيما يفيد الوطن. نمرة تسعة بناء الجسور والشراكات مع مؤسسات رجال الاعمال الوطنية. احنا نشجع رجال الاعمال في المؤسسات الوطنية بتاعتهم وتواصل معهم. نمرة 10 التواصل مع المانحين الاخرين. اللي هم غير وطنيين يعني من 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 الدول الاخرى اللي موجودين ولكن في نفس الوقت نحاول ان نحافظ نحافظ على قيمنا وثقافتنا وتاريخنا بمعنى ايه مش هنقدر نعمل ده لو تسارعنا وتسارعنا بالسين وبالصاد على من ياخذ المنحه من الايه من المنح الاجنبي لكن عايز ان نعمل الكتل والاتحادات والائتلافات والمنتديات لكي أن نقف وقفه واحده من اجل الدفاع عن قيم وثقافات وادبيات وتاريخ المجتمع في اننا لا نريد ان هذه المنح تغير ثقافه المجتمع المستفيد من مثل هذه المنح نمره 10 في خريطة الحلول نمره 11 انا نسيت اقوله لا ما نسيتش اقول بس قلت ااجله للاخر اللي هو دور المراه دور المراه محوري زي ما دور الشباب محوري احنا بنضع القائمين الشباب اللي هو اللي الشابات والشباب الفتيه والفتيات ثم المراه اللي هي الاكبر سنا من الشباب واللي دورها ليه؟ لانها ليها ثقافه مختلفه وليها مشاعر مختلفه وليها رؤى مختلفه وليها ادبيات مختلفه وليها قيادات مختلفه يعني ما ينفعش تكون السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها اللي هي التي كانت 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 العمود الفقري للمصطفى صلى الله عليه وسلم حين قبل البعثة وبعد البعثة وأثناء البعثة حينما أوحي إليه وجاء يعني يعني في حالة صدمة عصبية فيقول له دثريني دثريني فقالت له إن الله لن يخذيك أبدا فإنك تقري الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكل وتعين على مصائب الظهر وتحمل الكل وتصل الرحم وتعين على وتساعد على مصائب فالسيدة خديجة رضي الله عنها بحكمتها وبحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم اضطرت لجوانب العمل المجتمعي احنا يعني نتكلم عليه كل هذه الاشياء من صلاة الرحم للاغاثة للتنمية لكذا 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 في حديث في رواية واحدة فالمرأة دورها محوري بالنسبة لنا الاخير وليس يعني بالاقل اللي هو الاهتمام بمن بالمتقاعدين من كبار السن من ذوي الخبرات ده المعلمين العمال اللي هم اساتذه الجامعه الباحثين المستشارين الى اخره ده جيش كبير جدا داخل الدوله وداخل الوطن لابد ان نستفيد من طاقاته لابد ان نستفيد من طاقاته كل هذا الزخم من الخبره الموجوده داخل ادمغه هؤلاء لابد ان يستفاد منها شئنا ام ابينا شئنا ما بين شئنا انا حطيت 12 نقطه في شجره الحلول لكن حطيت محور واحد محور واحد في اقامه خيمه الحلول اللي هو الشباب اللي هو الشباب اللي هو الشباب وحطيت قبل كده 15 او 16 مشكله او تحدي في شجره التحديات اشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا وانا دلوقتي منتظر للتعليقات ومنتظر للاسئله منكم ان كان هناك من يريد ان يسال اسئله انا قال لي بعض الاسئله تعليق من الاخ عثمان محمد مالا الاغاثه الانسانيه في افريقيا اكثرها تعود الى مصالح شخصيه اغلب العاملين في المجال ياكلون الاموال التي يتم ارسالها من خارج البلاد او القاره الافريقيه وبعضهم حتى المواد الغذائيه وغير الغذائيه يبيعونها في الاسواق للاسف الشديد ترى اشياء مكتوب عليها مجانا آه لا يباع لكن يباع السؤال هنا كيف يمكن التخلص من هذا الفساد او على الاقل الحد منه زي ما قلت في الاول قلت ان احنا المعايير الانسانيه بتاعه الامم المتحده اللي هم الست او سبع سبع معايير اللي انا ذكرتهم لابد ان يكون فيها اخلاقيات انسانيه دخل الى المجال الانساني الخيري الاجتماعي فسده فسده حتى ولو لو, لو ولو حصنوا أنفسهم ببعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض الترانيم لا فسد 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 فأنا عايز ننشئ جيل جديد يستطيع أن أن يحاول أن يضع صورة جيدة وممتازة للعمل لكي تثق الناس فينا مرة أخرى بالنسبة لهؤلاء الناس لن نستطيع أن نتعامل معهم إلا من خلال أن تكون في داخل الدولة يعني عارف عارف ان عندكم في في السودان اللي هو المفوضيه العليا للشؤون الانسانيه هذه تراقب لابد ان تراقب كل جمعيه بتعمل في الداخل احنا عندنا هنا هو في بريطانيا حاجه اسمها التشاد اللي هو المفوضيه العليا لتسجيل الجمعيات في كل دوله في مثلا هتلاقي في الكويت لا في في, في في, قطر في حاجه اسمها الهيئه تنظيم الاعمال الخيريه الى اخره ففي كل دوله دلوقتي على الدوله نفسها أن تراقب مثل هذه الأشياء وأن تعاقب القائمين على هذا الفساد في الأخ يوسف من بغداد يوسف بن بغداد يوسف بن بغداد تحديات الأغاثة في أفريقيا واقع الفساد المالي والإداري الانفلات الأمني وسيطرة الجماعات المسلحة تعرض المنظمات الإنسانية لمخاطر الاختطاف والقتل ضعف البنية التخصصية وصعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المضرة ضعف التنسيق بين المنظمات الانسانيه ما أثر... طبعا اهم شيء قالها اخونا اسمه آه... يوسف بن بغ... يوسف من بغداد ولا من ب... يعني يوسف ها آه؟ اللي هو التنسيق التنسيق والتواصل والتشبيك اصبح إلى الان ايها الاخوه ايتها الاخوات من المعلوم من المعلوم من المعلوم من الدين بالضروره التنسيق اصبح فرض عين على كل مؤسسه وكل قائد مؤسسة وكل جمعية وكل مبادرة أن تنسق لأن المال ليس مالنا المال مال فقراء ونحن مستأمنون عليه وأهدار المال كبيرة وحرمان الفقراء بعدم التنسيق كبيرة من الكبائر التي سيحاسب لماذا الناس تموت وتجوع وتمرض ونحن لا ننسق من أجل الشعار شايفين الشعار من أجل الشعار من أجل الاسم من أجل الشخص خطأ خطأ وجريمة إنسانية مجتمعية فالتنسيق والتواصل لابد علي من أن أتواصل لماذا؟ لكي لا أهدر الأموال ولكي لا أصيب المجتمع المدني داخل بلدي بالفساد كما ذكرنا إحنا الفساد قبل كده في إهدار الأموال وتهريب الأموال والرشاوي إلى آخره المجتمع المدني ومؤسساته الإنسانية والمجتمعية بالفساد امتى لما يكونش فيه لا تنسيق ولا تواصل ولا بناء شراكات ونبني شراكات انا هشتغل لو انا بتكلم على مستوى السودان انا هشتغل في الجزارف او في سنار او في الشماليه او في, في في كسله او في جنوب كردفان او في الجنينه او ففي مؤسسات او جمعيات شغاله هناك طب لو في جمعيات انا اروح اشتغل ليه طب ما انا ادي المال واتفق معهم على معيارية وأخلاقية تنفيذ هذه المشاريع وإحنا ندفع 50% هم يدفعوا 50% فالتنسيق والتنسيق والتواصل وبناء الشراكات يعتبر حاليا يعتبر حاليا من المعلوم بالدين بالضروره داخل العمل الانساني وداخل كل عمل في الدول بتاعتنا تعليق من الاخ عبد القادر عبد الباقي محمود ابو حنيفه اسباب انتشار الفساد في افريقيا شنو؟ ولماذا افريقيا؟ الفساد مش موجود فساد في افريقيا. الفساد موجود في كل دول العالم بنسب مختلفه بنسب مختلفه لكن هو لعدم وجود استقرار سياسي في كثير من دول افريقيا وعدم وجود الجماعات المسلحه اللي موجوده والصراعات المسلحه وهيمنت كثير من الشركات الدوليه على مصادر مصادر اللي هو مقدرات افريقيا بدات تتسرب مثل هذه الامكانيات لخارج افريقيا في بمجرد الرشاوي او او الى اخره فلذلك انا مش مش بقول الفساد في افريقيا فقط لا لا في كل حته في كل حته في فساد وفي فسدة لكن هو اكثر في الدوله لان في القاره الافريقيه للاسف لان البنى التحتيه ضعيفه في افريقيا وكذلك اللي هو عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني قويه تراقب اداء الحكومه واداء القطاع الخاص هناك. كيفيه تخطي من الاستاذ احمد حامد كيفيه تخطي تحدي الجوع والمرض. تعليق من وليد العوده الجوع والمرض أنا لما اتكلمت أنا يعني الجوع معناه مفيش إنتاج مفيش زراعة مفيش أمن مشكلة في كثير جدا من الدول الأفريقية عنصر الأمن غائب لكثرة الصراعات المسلحة يعني لما نضرب المثل برواندا مثلا بعد 94 95 ولما قتل في, المو... في 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 الصراعات المسلحة قرابة 900 ألف إنسان خرجت رواندا وبدات تنظر لبناء المجتمع من تحت لفوق فاصبح دلوقتي في شبه استقرار امني من اول الدول التي استطاعت ان ينمو اقتصادها في السنوات الماضيه يعني بنتكلم عن 95 وعند دلوقتي عن 25 سنه يعني في خلال 25 سنه دلوقتي خرجت وتعافت رواندا من هذا الامر واصبحت هي من الدول الافريقيه فلذلك ان اردنا ان نعالج مثل هذه الاشياء في افريقيا فنحاول نجرب تجربه زي التجربه الروانديه تعليق من وليد العودة الدعم الخارجي كيف يتع... يتم التعاون معه ما هي آلية قبول المنظمات المجتمع المدني آه الدعم الخارجي آه, آه أنا أتكلم الصراحة ما فيش دعم خارجي غير مشروط ما فيش للأسف يعني للأسف آه أتعامل مع الدعم الخارجي آه بأن أنا ب... ب... بأدرب ال... ال... ببني الكفاءات بتاعة العمال اللي عندي بعمل تحالفات واشوف ايه المجتمع يعني مثلا من الاشياء اللي ما بنعاني منها في القضيه السوريه الى الان الى الان الى الان واحنا كنا بنادي بهذا الموضوع من 2016 في 2020 يا اخوانا مش عايزين اللي هو السلع الغذائيه يقول لك اصل المانح عايز السلع الغذائية المانح عايز يوزع الم... طب وبعدين الناس بتاخد زي ما الاخ قال قبل كده هو في اول الـ 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 الاسئله إن بياخدوا السلال الغذائية اللي هم الفقراء السوري النازحين والنازحين داخل داخل السوري جات لنا الصور بتاعت هذه السلال الغذائية تباع في السوق المحلي بخمسة و10 دولار ويتمنها بتكلف 50 و60 دولار ليه؟ لأن المانح مش قادر يفهم إن الشعب السوري عايز حاجة تانية فلذلك احنا لابد أن نثقف المانح ونقول للمانح رؤيتك اللي انت بتشوفها في المنام دي جديدة وكل حاجه بس ما تدفعناش احنا عايزين نقول لك دي حاجتنا المجتمعيه كذا الامر الثاني ان كتير جدا من منحين العرب وللاسف يعني في المصاريف الاداريه مش عايزين يدفعوا فلوس مش عايزين يدفعوا فلوس اتعلمنا من قضيه سوريه اشياء متعبه ومؤلمه وعقيد دي هتاخد في القضيه السودانيه والافريقيه الى اخره ازاي انا ما اخدش فلوس المصاريف اداريه همشي المؤسسه ازاي؟ ها؟ هروح من مكان لمكان ومن واعمل تقرير ازاي واروح واتاكد من صرف مثل الاموال ازاي؟ بصفر؟ هدلس عليك وهكذب عليك وهقول لك وانا هنفسه ولا ما نفذتش؟ فالمنح اللي عامل نفسه شاطر خصوصا انا دلوقتي بوجه المانحين اللي هم الشرقيين مفيش عمل في العالم بدون مصاريف اداريه. والعمل الدولي ليه مصاريف اداريه اكتر ليه لان بتعمل في اكتر من مكان والعمل في بلد زي السودان تبقى تبقى, تبقى, تبقى شبه قاره في يعني لو انت عايز تروح من الخرطوم للجنينه او من الخرطوم لجيسان او لكرمك او من الخرطوم لكسلة انت بتتكلم عن مئات مئات الكيلومترات تروح ازاي ببلاش عندنا ملايكة كده هيجوا ياخدوا الحاجات اللي احنا استناها بالخرطوم وبعدين بعد كده يودوها للناس هناك إيه ده؟ إيه العقلية دي كلها؟ فلذلك لابد أن نثقف المانح وما نزعلش على مانح نفقده لأنه مش فاهم مش فاهم مش فاهم كيف تدار الأمور داخل أماكن الصراعات داخل أماكن اللي هو الكوارث الطبيعية داخل أماكن البعيدة النائية في الصحراء اماكن ما حدش عارف يروح الا بالطياره. هنجيب تذكره الطياره منين؟ فده بالنسبه للمصاريف الاداريه وبالنسبه لثقافه المانح. واللي هيخلينا نقدر نقف اقوياء امام اي مانح اننا نكون متحدين على رؤيه معينه. الامر مش تسارع من اجل الحصول على مال، الامر تسارع وتنافس من اجل بناء مجتمع داخل الوطن. من ما يعني مثلا حاجات من الحاجات المتعبة جدا 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 إن كتير جدا من المانحين الشرقيين الشرقيين لا يؤمنوا ببناء القدرات إزاي إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم استعمله مش عارف إيه يعني أبي إن خير ما استعملت القوي الأمين ان خالد بن هو مين؟ الانسان اللي عنده قدره او المراه اللي عندها قدره على العمل عندها القدره المهنيه ها؟ القدره الفعليه وفي نفس الوقت عندها امانه هجيبهم ازاي دول؟ فلذلك لابد ان اؤهل وادرب واؤطر للشباب لكي يستطيعوا ان يكونوا قاده في المستقبل او قاده الان معنا ان شاء الله آه المانح الاجنبي آه يعني انا مش عارف السؤال هنا بيقول ايه الدعم الخارجي يتم التعاون معه ما يعني آه كيف يتم التعاون معه ما هي قبوله كمنظمات يعني في دوله بتشرط يعني في بعض الدول بترفض ان يجي اي دعم اجنبي من بره انا اعتقد في بعض الدول دون ذكر اسماء عشان ما حدش يزعل من حد يعني في دول في شمال افريقيا بترفض ابدا يكون اي دعم اجنبي يجي لك بالك ففي قوانين للدوله قوانين للدوله فده بالنسبه للمانح الاجنبي لكن انت عندك منح وطني وعندك امكانيات وطنيه كذلك وعندك سفارات موجوده معاك وعندك 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 بيبقى في شفافيه بينك وبين الدوله مؤسسه الدوله اللي معاك علشان لا تتهم بانك بتاخد دعم اجنبي في ظل ظروف الحرب على الارهاب والحرب على التطرف وموضوع الاسلاموفوبيا. فبالنسبه للسودان ما اعتقدش ان في مشكله ان المنح اجنبي يديك بس انت لابد تعمل معايير لقبول هذه المنح. لما تلاقي في مانح جاي يغير لك المذهب بتاعك او الثقافه بتاعتك. او اي شيء من اخلاق قيمك طب انا الفلوس ليه انا بجري على الفلوس عشان اطلع مرتبي ولا باخد الفلوس دي علشان ابني بيها مجتمع هنا اللي بنتكلم فيه انا هل احنا بنبني هل احنا بنات مجتمعات ام جوبات للاموال هنا نرجع مره ثانيه للمعايير الانسانيه للمؤسسه بتاعت الامم المتحده والسلوكيات الاخلاقيه اللي انا ذكرت فيه يمكن 20 واحده لابد علينا من ان نجلس ونقول المانح والمرة الأولى والأخيرة شكرا مش عايزين فلوس تغير ثقافتنا وتغير معايير القيم بتاعتنا المياه في أفريقيا مشكلة معضلة مشكلة معضلة مش مش مشكلة سهلة يعني مش مشكلة هتحل بين عشية وضحاها أنا ذكرت في في التغير المناخي وذكرت في التصحر والجفاف وذكرت في التلوث البيئي اللي موجود ففي في افريقيا يعني ومع ذلك ربنا رحيم بينا جدا جدا انا هديكم بعض الامثله عشان نشوف ممكن ازاي نعمل مثل هذه الامثله في اماكن مختلفه يعني مثلا كنا في الصومال وبعدين في جيبوتي في جفاف 2016 2017 ربنا لا استعوذ بالله اعوذ من كلمه لا انسى لا يترك مكان في جفاف الا لما ينزل فيه امطار لكن احنا هل نستطيع ان نستفيد من الامطار؟ لا. انا شفتها بام عيني وانا في جيبوتي مرتين. أو في الصومال مره على الاقل. في الصومال في 2016 كان في جفاف ورحنا هناك وفد كبير وكذا وكذا في شهر شهر مايو او في شهر يونيو واتت سيول كلها اهدرت في المحيط. لو كان احنا عندنا خطة مسبقة بإمكانيات فيها تآزر وتكامل وتعاون بين المؤسسات المحلية مع المؤسسات الدولية لكنا عملنا سدود رملية أو كنا عملنا حفائر أو كنا عملنا أي شيء من هذه الأشياء كل عام أنا ما حضرت مرتين في جيبوتي في 2017 و2018 تقريبا وفي المرتين نزلت المطرة حوالي ساعة أو أقل من ساعة. في مرة من المرات فضلت السيول بعد الساعة دي من الساعة وعشرة كنا بنفطر في, في, في جيبوتي إلى حوالي الساعة عشرة بالليل. كمية المية اللي جاية رايحة فين؟ يا مية رايحة على البحر يا بابا أو رايحة على المحيط يا بابا. فين الخطة اللي بتحطها مؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة مع المؤسسات المانحة يعني في اشياء في الحكومه الصوماليه بتعاني فيها من خروج الصومال من جائحه الاغاثه الى بحبوحه التنميه الناس بيقولوا احنا تعافينا في مناطق عندنا نستطيع ان ننميها كل الاموال اللي من المؤسسات الكبيره الا هي للاغاثه صرف على الصومال ما لا يقل عن 55 مليار دولار في خلال ال 30 سنه اللي فاتت. اكل، شرب، ونوم. لو احنا كنا استفدنا بتغيير منهجيه العمل داخل مثل هذه الاماكن حتى ب 10 او 20% من هذه المنح الاغاثيه لبناء المجتمع الصومالي والبدء في التاهيل والبدء في التنميه في الاماكن الامنه لكنا بنينا صومال تكون هي من في مصاف الدول المنتجه الان والصومال تتعافى لكن المانع يريد لبلد كمثل الصومال انها تعيش على المساعدات الخارجيه يعني انا ضربت المثل لابد ان انا عندي حلول عندي الحفائر البلديه عارفينها عندي السدود الرمليه عندي الابار بانواعها المختلفه وعندي كذلك السدود اللي هي الكبيره السدود الكبيره اللي هي ممكن تتكلف الملايين وعندي يعني في مشاريع اللي هو تنظيف الانهار من ايه؟ من ال من الاشجار الى اخره الى اخره اخره. فهذه الاشياء لن نستطيع عملها يا شباب الا لما قعدنا مع بعض عملنا خريطه للمياه. ومتى تحت الامطار؟ وان كان في سيول نعمل ايه؟ بدون زي ما انا قلت قبل كده بدون تنسيق وبدون تعاون وبدون تواصل وبدون بناء شراكات هنفضل كل سنه نقول لله يا محسنين لله لله يا محسنين لله وكل واحد فينا لما يحس ان في مانح جاي من هنا او هنا هيجري عشان يلتقي به سرا لكي ياخذ منه المال قبل ان يذهب الى جمعيه اخرى تنسيق والح... وامر الميه سهل مش صعب سهل مش صعب بس عايز رؤيه عايز رؤيه انا اذكر بعض الامثله اللي عملتها مؤسسه الاغاثه الاسلاميه في 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 في, في الصومال اللي هي السدود الرمليه شيء عظيم جدا شيء عظيم جدا يلا نعمل مع بعض بالسد الرملي لا نعمل مع بعض سدود حقيقيه تتكاتف خمس او عشر جمعيات دوليه اسلاميه وغير اسلاميه عشان نبني السد ده عشان نبني الشبكة شبكه الايه الابار دي كلها عشان نبني الحفاير دي الى اخره من غير رؤيه لن نستطيع ان نحل اي مشكله مهما كانت المشكله دي بسيطه. هل في اسئله تانية؟ ما هي اكثر الدول المانحه لافريقيا؟ كيف نجد المال للمانحين؟ تجرب المال للمانحين بحاجات مؤسسيه المصداقية اتباع المعايير الشفافية الحكامة الرشيدة يعني أقول ما أفعل وأفعل ما أقول ما فيش تدليس ما فيش ماركتنج ما فيش جد أبدا أنا أضرب مثل في يوم من الأيام خدنا منحة ودائما بقول الكلام ده لكل اللي بالشباب في ألفين ومش عارف واحد اثنين منحة مليون دولار من الوزارة الأوقاف القطرية عشان نعمل مدرسة في ألبانيا. قعدنا سنة مش عارفين ناخد ملكية نسجلها باسمنا. نسجل أرض باسمنا. فعملنا إيه؟ رجعنا بعد سنة قلنا الوزير تفضل جزاكم الله خير هذه بضاعتكم ردت إليكم. قال إيه؟ أنا ما عرفناش نشتري. قالوا أنتم المؤسسة الوحيدة بترجعوا لنا مليون دولار في قرابة 20 سنة. مصداقية. مصداقية هي بتبني الثقة. شفافية. أنا أخطأت إن أنا أخطأت. صلح خطأي. ايه المشكله؟ المال مش مالي ولا مال الحكومه اللي بتديهولي هو مال الفقير مال الارمله مال المسكين مال الشريد مال اللاجئ مال النازح مال المغتصبه مال المريض مال الشيخ مال القعيد مش مالنا نتعامل في هذا المال كما كان يتعامل فيه عمر ابو ابو بكر رضي الله عنهم فلذلك جلب المال من المنح بالشفافيه والمصداقيه والمعياريه آه ما هي اكثر الدول المانحة لافريقيا وما هي معايير الامم المتحده؟ كيف يتم التنسيق مع منظمه الامم المتحده؟ ما هي حدود التعامل؟ الامم المتحده لها مجلس تنسيق في كل دوله اللي هو بنسميه اليو ان اوتشا اللي هو اللي هو اليو ان اوتشا اللي مجلس تنسيق الامم المتحده. من حقك انت كمؤسسه محليه انك تطلب انك تقعد تخش تحضر الاجتماعات. لكن للاسف احنا لاننا مش عارفين كيف نخش فبنعجز بنعجز عن الدخول لمثل هذه الاماكن. طبعا من اكبر الدول المانحه في افريقيا هتلاقي امريكا الاتحاد الاوروبي بعض الدول اللي لها اهتمام بالقرن الافريقي زي بريطانيا زي امريكا بعض الدول اللي لها اهتمام بالمنطقه الفرنكفونيه زي فرنسا الى اخره فكل دوله على حسب سياسه دولتها وعلى حسب ما تريد ان تستثمر في هذه الشعوب خد بالك فما فيش حاجه اسمها يعني الا لو كان في مجاعه او في جائحه كبيره في افريقيا فتلاقي كل الدول تكافلت مع بعضها البعض لكن مجالس التنسيق انا اشير عليكم الاخوه والاخوات من مؤسسات المؤسسات الوطنيه انتم تذهبوا لو كنتوا انتم في السودان روحوا المؤسسات الدوليه اللي ليها اللي خبره كبيره وخليهم يعملوا لكم ورش عمل كيف تتعاملوا مع مجال تنسيق الامم المتحده زي مثلا عندكم لو كان عندكم هيومن ابيل كان عندكم اسلاميك ريليف كان عندكم مسلم ايد كان عندكم مؤسسات دوليه كان عندكم دايركت ايد كان عندكم مؤسسات الكبيره كان عندكم قطر الخارجيه اقعدوا معاهم وقولوا لهم اعملوا لنا ورش عمل كيف ندخل على منظومة الامم المتحده ومن حقك انا بقول لك من حقك من حقك من حقك كمؤسسه وطنيه في ظل هل هو العمل الوطني او العمل تشجيع الامم المتحده للعمل المحلي انك تخش تحضر ايه؟ اجتماع مؤس... التنسيقي لجمعيات الامم المتحده. التعليق من احمد حامد العنصر آه البشري المحلي لابد من العنصر البشري المحلي لاعداد الاجيال تتحمل مسؤوليات تطوير العمل ما هو السبيل؟ السبيل بالتدريب بالقدوة الحسنه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يعني يكون في ميزانيتي في جزء للتدريب. في مؤسسات بتكون كبيره سواء كان مؤسسات دوليه او مؤسسات محليه. فانا ممكن اعمل حاجه اسمها اللي هو السكوندمنت يعني ان انا اخلي الشباب بتوعي يروحوا يقعدوا لهم شهر او أكتر او كذا مع مؤسسه ثانيه عشان يتعلموا الابجديات بتاعه العمل الانساني. تبادل الخبرات يعني يعني في حاله زي حالتي انا دلوقتي انا لست من المدربين الحرفيين ولكن عندي خبره ممكن انقلها للشباب الرموز اللي عندنا الرموز اللي عندنا والقدوات الحسنه في العمل الانساني اللي عندنا نضرب عن مثل رحمه الله عليه عبد الرحمن السميت وغيره وغيره وغير. لو كانوا هؤلاء احياء عدوا عليهم بالنواجز عدوا عليهم بالنواجز وهاتوهم قعدوهم وخرجوا كل حاجه من مخهم اثروا الطريقه على الشباب ما تبداوش من حيث بدا الاخرين ابداوا من حيث انتهى الاخرين فلا بد عندكم عندكم مثلا بالسودان عندكم سعاده السفير عطاء المنان بخيت روحوا له يعلمكم روحوا لمحمد منير في مش عارف اسم المؤسسه بتاعته اسمها ايه انا بس مش فاكر يعني هو كان شغال في الاغاثه الاسلاميه مش عارف هي هيلب أه ذا ايج او حاجه زي كده في شخصيات سودانية بسم الله ما شاء الله كنا بنتكلم عن السودان كل دولة من الدول غير عادية اقعدوا معاهم قولوا لهم علمونا علمونا هتلاقي في كتير جدا من هؤلاء الناس مش هياخد منك فلوس لأنه عنده مصدر دخل آخر هيبقى سعيد جدا إنه أقعد مع الشباب لكن أنا وافق مع أخونا لابد لابد من عمل رؤية ومنظومة لتدريب الشباب والأجيال المستقبل لذلك أنا اتكلمت في أول عمود الخيمة هم الشباب الفتيات والفتية إنهم فتيات من أمانهم وربهم وزدناهم هم دول العمود وبعدين لما اتكلمت على إيه 12 نقطة في الحلول تعليق من عثمان صالح محمود كيف نعزز الثقة في من المنحين اللي الدعم زي ما انا قلت قبل كده تعزيز الثقة بالشفافية والحوكمة الرشيدة واللي هو قياس الاثر ايوه دي نقطه مهمه جدا يعني ايه قياس الاثر؟ يا اخوانا احنا بنصرف يعني في جمعيات تقول لك ايه انا عملت 500 مشروع السنه اللي فاتت اقول له باماره ايه؟ انت فاكر يا ابني لما انت رحت وزعت لك كده كم حصه غذاء ده مشروع؟ والله يا سلام كم خروف ده مشروع؟ والله يا سلام طب قست اثر توزيع الخرفان واللحمه دي ازاي؟ قست اثر قست اثر آآ آآ توزيع السلالة الغذائيه ازاي على الناس؟ قياس الاثر دي ميزانيه مدرسه لو ميجرينج ذا امباكت ميزانيه ومدرسه جديده وليه حرفيه احنا ما نعرفش نقول بيها فيها ليه اصبحنا نعم متخصصين ليه يا شباب؟ لأن العمل الإنساني أصبح منظومة صناعة مجتمعات وصناعة ثقافات وصناعة رؤى وصناعة فلسفات جديدة لكي نستطيع أن نقود بها المجتمعات. الغرب جزاهم الله خير سبقونا في هذا الأمر نلحق بهم ونكون معهم يدا بيد وزراعا بذراع وشبرا بشبر الى ان نسبقهم العمل الانساني محتاج ليكم محتاج لافكاركم محتاج لثقافتكم محتاج لقيمكم محتاج لابداعاتكم محتاج لاحلامكم محتاج لامالكم محتاج لمبادراتكم كل هذه الاشياء دي لان انتم اصحاب الحاجه الحقيقيه واصحاب الحلول الابداعيه فلذلك في مثل هذه الاشياء قلب الماء كسب ثقه مانح مش بالبق الحلو وباغنيه وبعشوة لا كل ده ايه؟ كل ده ما عاد عادل امام كان بيقول لنا فانكوش 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 ال الاداء وقياس الاثر يخلي المانح يسعى اليك يسعى اليك المانح يعني انا اضرب مثلا مره ثانيه ضربته يمكن خمسين مره قبل كده لما عملنا خزانات المياه على جبال كشمير في باكستان. كانت البنت الصغيره اللي سبع سنين وثمان سنين ما بتروحش المدرسه. كانت بتنزل في اليوم خمس ست مرات وشايله إيه البتاعه دي على راسها زي البلاص او حاجه زي كده او الزلعه زي ما احنا بنقول عليها في مصر. يا عيني طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله وكل مره خمسه ست لتر معاها. لما احنا عملنا خزانات فوق الجبال دي في سنه 1997 اصبحت المياه فين على الجبل على راس الجبل يبقى البنت مش هتنزل يبقى البنت هتروح المدرسه يبقى ازداد عدد البنات اللي دخلوا المدرسه بعد الخزانات دول يمكن 10% او 20% يبقى المياه بقت سهله تروح البيت يبقى الام في البيت ممكن تطبخ ممكن تغسل ممكن تعمل منتج يتباع في السوق المحلي يبقى ازداد الانتاج المحلي في السوق المحلي هذه اشياء انا بقولها بمنتهى البساطه ليه لان في دلوقتي خبراء في قياس الاثر لو انت قست اثر توزيع او تدريب او تاهيل او تعليم الالاف من الطلبه التعليم والتوزيع والتدريب مش مش الرز في مش العدد في الليمون لا 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 الارواح عايزين نخرجهم مما هم فيه من من او ضيق الى سعه الدنيا والاخره تعليق من علي الجمري ما هو السبيل للخروج من الفقر ومنع الفساد والتمهيد للحكم الرشيد؟ الخروج من الفقر شيء سهل وصعب انك في اول حاجه انك تؤمن انك قادر على الكسب الشريف بمعنى ان انت كمؤسسه يعني كنت بكلم مع بعض الشباب السوريين من كام يوم في ادلب شباب مبدع بسم الله ما شاء الله يا رب يا رب يا رب يديهم اللي هو اللي انا بتمناه ليهم واحد فيهم قال لي ايه كل شويه اجيب لي مبادره فيش امكانيات والمبادره دي خارج 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 آه مخ بعض الجمعيات اللي بتشتغل هناك المعات الكبيره اللي هي ايه بتشتغل في عشرات الملايين ما بيستحملوش الحاجات دي ففي يوم من الايام قال لي ايه قال احنا اشترينا الملابس القديمه اللي اغلبها بتكون غربيه لا تصلح لينا فخدنا بعض الفساتين ها وديناها لبعض النساء اللي هم اتعلموا او اتعلموا عن طريق الجامعات الاخرى كيف يعملوا الخياطه دي وتحولت الفساتين دي من فستان لامراه يعني كان مكشوف الفستان الى فستان لطفله صغيره قال لي ايه الشاب المبدع ده اسمه مصطفى ربنا يديله ما اريد له لا مش ما اريد له استغفر الله ما ما يريد الله سبحانه وتعالى لان ما اريد له مش شيء قاصر على ذهني لكن ما يريد الله سبحانه وتعالى شيء تاني فقال لي ايه؟ قال لي اشتريت الفستان بتاع المرأة ده الحاجات القديمة بتاعت البلد دي بدولار. واديت للست في البيت اللي هي على المكنة بتاعتها دولار. وحولته لي لفستان بعته ب 3 دولار. يبقى في الدورة دي ال 2 دولار بقوا 3 دولار. تخيلوا بقى. أنا سألت أنا بس بقول لكم على ازاي نخرج من الفقر. في أمور بسيطة 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 بسيطة. فسالت قلت لهم الدكان عندكم في ادلب بكام؟ قالوا من 90 دولار ل 120 دولار في الشهر. قلت ماشي والبلا بكام؟ نفس الموضوع 80 70 60 100 بلا البلا دي بتبقى فيها 45 كيلو. قلت ماشي يبقى دي ايه؟ احنا اتكلمنا عن 220 دولار لو احنا خدنا بس بالة واحده في الشهر. لكن لو احنا خدنا بلتين ثلاثة يبقى احنا ميزانيتنا 500 دولار. او 400 دولار الشباب بياخدوا الفساتين دي كلها بيزعوها على النساء في البيوت ويعملوا السيستم بتاعهم ده ويبتدوا يبيعوها في السوق ب 2 دولار و3 دولار و4 دولار وقفنا عند كده لا هو ده تشغيل شفت ال 500 دولار دول يا شباب شفت ال 500 دولار انا اتكلمت عنهم دول اجروا لي الدكان ده وشغلوا 15 20 امراه في البيت عملوا لي الفساتين والبنطلونات والحاجات دي كلها وفي نفس الوقت القصائيس بقى هاخدها اعملها كاس مخده او اعملها ملاية سرير تتباع مفيش حاجه تترمي مفيش حاجه تترمي فبال 500 دولار دول لو احنا دورناهم كل شهر الدوره دي طبعا دلوقتي مفيش حاجه بتخش آآ آآ ادلب علشان الحدود مقفوله عشان الكورونا لكن لما تخش ده هيكون مشروع باذن الله يبقى احنا بدانا ب 500 دولار مع خمس شباب مع 15 20 امراه ندور ال 15 20 امراه في الشغل ده ممكن في نهايه السنه نفيد حوالي 300 او 400 امراه. من بدايه المشروع ابو 500 دولار. فالفقر لابد نصبر عليه. وما نطلبش ما نطلبش المشاريع اللي بسم الله ما شاء الله بالالاف. الحاجه الثانيه كنا بنتكلم مع بعض واحنا بردك في موضوع ادلب موضوع ادلب في اراضي زراعيه بسم الله ما شاء الله كثيره في في سوريا وكذا كذلك في في السودان هكذا. الأراضي الصالحة للزراعة أشغل فيها ناس باليوم. نبدأ بإنك تطعم الطعام فيستطيع الإنسان أن يفكر وبعدين بعد كده يبني بعد كده المرحلة الثانية من حياته داخل هذه الأشياء. أمر تاني نتكلم اللي هو الأسواق الشعبية. نعملها ونيسر إنتاج الأسرة والمبيع في مثل هذه الأسواق الشعبية. الفساد هو يعني زي ما تقول ايه هو موجود احنا عايزين ايه؟ يعني نحاول نحاربه بايه؟ بنظام اخر او انظمه اخرى مبنيه على الحريه مبنيه على المساواه مبنيه على العدل مبنيه على على قوه مؤسسات المجتمع المدني مبنيه على اراء وطموحات ومبادرات الشباب مبنيه على كل التكامل ما بين مؤسسات الدوله ومحاربه الفساد والفسده في داخل المجتمع داخل المجتمع داخل المجتمع الحكم الرشيد بيجي بتدريب الشباب نمره واحد واهم تدريب نقدر نعمله ان نشرك الشباب في القرار السياسي داخل المؤسسه ما يبقاش اللي موجودين في المؤسسه فقط هم الناس اللي يتعدوا مرحله الكهوله ودخلوا في صوامع الموت كأمثالنا، لا أنا عايز يكون معانا شباب يعني في العقد الثاني والعقد في العقد الثالث اللي هو من العشرينات، ويكون لهم دور تنفيذي في اتخاذ القرار السياسي، يكون معاهم فتيات كذلك، ويكون معاهم نساء كذلك، يبقى احنا ننظر للتكامل الحوكمة الرشيدة لن تكون إلا بتكامل وجود هذه الثلاثية. الرجال والنساء والشباب هنا يبقى في حكامه رشيده اما يكون في تنوعيه عرقيه تنوعيه ثقافيه ما حزبيه ولا مذهبيه ولا 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 كل حاجات البطيخ دي اللي عاف عليها الزمن عاف عليها الزمن من زمان قوي ليه لان الناس في كتير جدا من الاعمال المجتمعيه يعتقدون ان الجمعيه ملكهم هم شخصيا الجمعيه ليست ملك احد انها ملك المجتمع ملك المجتمع والمال مال الفقير وانت يا رئيس مجلس اداره وانت يا رئيس مجلس اداره وانت يا مدير مؤسسه ما انتم الا اجراء ونحن انا منكم اجراء ما نحن الا اجراء لدى الفقراء الفقير يصرف عليا يشتري البدله دي مرتبة يشتري الكربات دي مرتبة يشتري الخاتم ده مرتبه يشتري النضاره دي بمرتبه مرتبة, مرتبة. فلا بد وانا انفق مال اليتيم والارمله والفقير والنازح واللاجئ استشعر دنك العيش الذي يعيش فيه او تعيش فيه الارمله لكي اقلل من الاسفاف في الانفاق بدل حوكم الرشيد وجزاكم وجزاكم الله خير انا جات لي آه بالنسبة لمنظمة رواحل عشان نختم أنا طبعاً سعيد جداً جداً وأتمنى إن احنا نلتقي وأجي أزوركم وأتعلم منكم ويكون مشاريعنا فيها بناء شراكات. شراكات مع من يكون لهم معايير إنسانية واضحة ورؤى واضحة في مشاريع مشتركة دي مهمة جداً. أن نتعلم من بعضنا البعض. أن يكون لنا زيارات ميدانية في مؤسسة رواحي أن يكون لنا فرق عمل داخل الجامعات داخل المدارس الثانوية أن يكون لنا يعني اطروحات نطرحها على المفاوضية للشؤون الإنسانية علشان لما يجي ياخدوا قرار أو قانون يعملوا قانون يكون احنا بدينهم ما عندنا من خبرات التكامل والتواصل وان يكون لنا منظومه او يعني راي ورؤيه في بناء منظومه التطوع الجديده يعني حاليا دلوقتي مع وجود الجائحه بتاعه الكورونا الكل بيشتغل من البيت ده عم بتكلم على اوروبا وامريكا الى اخره كيف نستفيد بمنصات التواصل الاجتماعي في التدريب وفي التاهيل في ايصال المساعدات الى اخره الى اخره الى اخره. فبالنسبه لمؤسسه راحل يعني اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اكون احد من يستطيعون ان يتعلمون من ابنائها ثم انقل لهم ما عندي من خبرات ان كان لدي خبرات. ولا يقتصر الامر على شخص واحد ابدا. السودان فيها كنوز كنوز من النساء ومن الرجال ومن الطاقات ومن المبدعين نبشوا أو فتشوا في حوالي الخرطوم وفي حوالي المحافظات والولايات عن نجوم من السماء ينيروا أرض السودان في كل مكان أو في خارج السودان أو أو إلى آخره فلذلك يا مرنظمة رواحل اسعي إلى أن تجلبي حولك المبدعين لكي تبدعي بهم عملك وأحسن مبدعين هي المشاركة المجتمعية مع الفقراء والمساكين والنازحين في كل مكان في السودان زائد المؤسسات الأخرى يبقى عندنا كده في النهاية زي ما كان في شبكات مع بعض نقعد مع بعض نتكلم نتقابل مرة كل شهر على كوباية شاي على سندويتش على طبق فول وجبنة يعني زي ما احنا بنعمله متعودين في, في السودان نتقابل مع بعض على كوستاليتا ولا على ام فتفت ولا على اي حاجه على على عراديب ولا حلو مر ولا جونج دونج دونج دونجليز ولا دونج دونجليز 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 دونج الى اخره ولا كركديه نقعد مع بعض نفكر نفكر احنا بنفكر لمين؟ احنا بنفكر للسودان احنا بنفكر لاثيوبيا احنا بنفكر لمصر احنا بنفكر ليبيا احنا بنفكر لليمن احنا بنفكر لسوريا يبقى نقعد مع بعض مش هنستطيع نفكر سويا الا ان جلسنا سويا واطمئن كل منا الاخر وامن كل منا جانب الاخر هنيئا ليا بان انا تحدثت معكم اليوم وجزاكم الله خير انكم وثقتم فيا وجعلتموني ادخل على متطوعينكم وان شاء الله يعني اتمنى ان الامر ده يتكرر مع اخرين مش انا بس في ناس كتير جدا مبدعين من داخل السودان وداخل افريقيا من كل مكان في العالم وجعلوها مندوحة شهرية على حسب قدراتكم إن شاء الله، والناس موجودين وإحنا نساعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير و... وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير، أنا طبعًا ليه بادرت بالقبول الدعوة؟ لأن أنا أنا أصلًا يعني مصري وأحب السودان جدًا 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 ويقال ان احد جدودي من ناحيه امي رحمه الله عليه الشيخ حسين كان لونه ادهم داكن اللون ويقال ان هو من اصل نوبي واصل سوداني اما كان مصر والسودان حته واحده فقد يكون ده سبب حبي للسودان يعني احنا ياما بكينا في السودان بكاء شديد ايام دارفور وايام الجنوب وايام 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 شفنا ايام جميله في السودان كلها جميله السودان شعب جميل شعب جميل بجانبيه بجانب جنوب السودان والسودان في الشمال ان شاء الله. وانا بحب افريقيا جدا جدا واعتز 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 ان انا افريقي. اعتز بكل لون من الانوار الافريقيه الجميله. الجميله بالاشعار بالانغام بال... بال... بالتاريخ بالحب بالرضا بالطمانينه بال... بالسكينه بالبسمه، البسمه الافريقيه جميله جميله. فطبعا أنا سعيد بإن أنا يعني أحب السودان وسعيد إن أنا بحب أفريقيا وسعيد إن أنا بحب كل مكان أنا رحت له يعني يمكن الورده دي بتدل على إن أنا بحب حاجه ثانيه لو كنت انتوا عارفين ايه دي دي الورده دي بتاعت مذبحه سريبرنيتسا في 1995 اللي راح فيها قرابة 11000 لم نكتشف منهم إلا 9000 جثه أو رفات والذكرى 25 لمذبحة سربنيسا هتكون 9 ل 11 يوليو الشهر القادم فتمنى ان الحدود تفتح واروح اذهب مرة ثالثة ورابعة وخمسة لسربنيسا لان احنا عشنا عشنا قضية البوسنة قضية سربنيسا قضية اغتصاب النساء والاطفال من سن اربع سنوات لسن سبعين سنة قضية المأساة بتاعت البوسنة الى اخره فحبكم في الله وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله